السلام عليكم. لطالما حققت المرأة تواجدا غنيا على كافة الأصعدة في التاريخ والحاضر الإسلامي، بيد أن هذا التواجد يثمر محصوله في قرون ويميل إلى الجدب في أخرى. في عالم مليء بالتحديات والتغيرات المستمرة، أصبح دور المرأة في المجالات الثقافية والفنون أكثر أهمية وتأثيرا منذ القرن التاسع عشر حتى الآن، إلا أن الوجود الإعلام النسائية في مجال الثقافة يظل محاطاً بالكثير من التحديات الاستراتيجية وسبل الوصول المتعرجة في بيئة تنافسية قوية، وأيضاً يتعذر على الكثير من المنتجات إبداعياً الوصول إلى المراكز القيادية والمناصب الريادية التي تفتقر للتواجد النسائي البين والمهم فيها، كما تثبط هذه التحديات من عزيمة النساء المهتمات بالولوج إلى عالم الإنتاج الإبداعي والابتكاري والقيادة فيه. في هذا السياق يأتي هذا المشروع ليساهم في رسم ملامح استراتيجية فعالة لتمكين القيادات النسائية في مجال الثقافة من أجل اكتشاف التحديات التي تواجههن واقتراح السبل الفعالة لتعزيز دورهن وتمكينهن من أدوات القيادة الثقافية محلياً ودولياً. بحسب ما توصلت إليه من خلال بحثي عن المنتجات ثقافياً، لا توجد دراسة وإحصائية تحدد الأعلام النسائية البارزة في المجال الثقافي على الأقل في العالم الإسلامي، وهذا يدلل على غياب المرجعية الجامعة للإنتاج الثقافي لأعلام العالم الإسلامي على وجه العموم والإنتاج النسائي على وجه الخصوص. ما هو المحضن؟ هو معتزل أو معسكر ثقافي نخبوي يمكن رائدات الثقافة والمنتجات فيه من التميز في حقل القيادة والبناء الاستراتيجي والقدرة على التأثير والتوجيه الاجتماعي وفهم الحيثيات والتحديات الخاصة بكل مجتمع، محققة حراكا إبداعيا وابتكاريا في المجال الثقافي داخل العالم الإسلامي. بهذا المشروع نحلل مختلف جوانب القيادة الثقافية وأدوارها المتعددة، بدءا من تحديات الوصول إلى المناصب القيادية ووصولا إلى ضرورة تبسيط الثقافة ليشمل السلوك اليومي للأفراد، كما سيتم استضافة النماذج الناجحة والتجارب المحلية والدولية التي تحقق أهداف نمو المجتمع. مبررات المشروع: إن الحاجة للقيادة النسائية الثقافية تتشكل في مواكبة التوجه العالمي إلى الاستثمار في المرأة، وكما ذكرنا لا توجد هناك إحصائية تحدد نسبة الوجود النسائي في القيادات الثقافية على وجه الخصوص. أيضاً التنوع الجنسوي للمجتمعات يعزز الشمولية في صنع القرار وتشكيل المستقبل، تحقيق التوازن بين الجنسين، وأيضاً تعزيز الإبداع والابتكار، حيث تقدم القيادات النسائية آفاقاً ومنظورات مختلفة. أيضاً هناك تشتيت في المنتجات الثقافية في العالم الإسلامي دون إطار مرجعي يمكن الوصول إليه والإفادة منه. من أهداف المحضن يكون نماذج حضارية وقدرات نسائية في الفضاء الثقافي، وأيضاً يرسخ المفاهيم الحديثة في الثقافة، وأيضاً يبتكر لنا بيئة ملهمة لبناء القيادات النسائية عبر المبادرات المتميزة، أيضاً يلفت النظر إلى القدرات النسائية في القيادة والتأثير. يتقاطع المشروع مع أهداف التنمية في هدفين اثنين: تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. أيضاً يتقاطع المشروع مع أهداف الإسيسكو في هدفين اثنين: تقديم فهم أعمق للعالم وتعزيز النمو الذاتي، ترسيخ الانتماء عبر المعالم الثقافية وأدوات الاتصال. امتيازات المحضن: يقام المحضن سنوياً في إحدى العواصم الثقافية المحتفى بها مسبقاً لتعميق أثر التجربة القيادية ذات البعد الحضاري. أيضاً يمكن المحضن النساء المتميزات في المجال الثقافي من كافة دول الأعضاء. يستضيف المحضن أهم الخبرات في المجال الثقافي في السلك القيادي والأكاديمي البحثي أو الممارس المباشر. أيضاً يساهم المحضن في دعم الإنتاج المستفيدي. أهم محاور المحضن: الاستراتيجية الثقافية، فهم المفاهيم الثقافية الحديثة، الدبلوماسية الثقافية، الاقتصاد الثقافي وتبسيط الثقافة والتكنولوجيا ورقمنة الثقافة وغيرها من المحاور. الفئة المستهدفة: 55 مستفيدة من الدول الأعضاء
من المنتجات والمهتمات بالمجال الثقافي. آلية التنفيذ: جلسات معرفية مكثفة داخل المحضن، ورش عمل وحلقات نقاشية، استضافة خبراء مرشدين ومستشارين، تكليفات ومشاريع، منصة مناظرات وتفاوض، وأيضا سيارات ثقافية. مخرجات المشروع: سيخرج لنا المشروع قيادات نسائية قادرة على تسلم المراكز الثقافية في المؤسسات، مبادرات ثقافية تحل مشكلة الواقع المحلي في دول الأعضاء، ندوة لخبراء الثقافة، منصة ثقافية تؤرشف وتوثق المخرجات الثقافية والدراسات حول الحالة الثقافية في العالم الإسلامي. أيضا يزيد المحضن من نسبة محركي ثقافة في العالم الإسلامي. الشركاء المحتملين: الإسسكو، مؤسسة مينسك، وزارة الثقافة في السعودية، أيضا أكاديمية إثراء في المملكة العربية السعودية. وشكرا لكم.